ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة جميلة هنستمتع فيها كلنا، ازاي نقوي مناعتنا ومناعة اولادنا في ظل الامراض اللي احنا عايشين فيها ديت زي كورونا وغيرها. علشان كده هنتكلم عن التغذية والطب التكميلي. طبعا الكلمة لفتت نظركم، طب تكميلي، كل ده هنعرفه النهاردة. قبل ما نرحب بالضيفة اللي معانا النهاردة عايزين نرحب بالإعلامية ندى حسنين معانا في تقديم البرنامج. أهلا بيك يا ندى. أهلا بيك يا ياسمين. نورتينا في البرنامج. عايزين نرحب بقى بدكتورة أميرة هيكل معانا في تقديم الحلقة النهاردة. أهلا بيك يا دكتورة أميرة. أهلا بيك يا ياسمين. أهلا بيك يا دكتور أميرة. أهلا بيك يا ندى. كنا عايزين بقى دكتور أميرة في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وكوفيد 19 المعروف بكورونا والشتاء اللي احنا داخلين عليه والبرد وطبعا المدارس والجامعات جايين في الوقت ده، في ناس كتير من اولياء الامور والابهات والامهات يعني بيخافوا يودي اولادهم للمدرسه وللجامعه، وده طبعا بيبقى فيه بيتاثر على المرحله الدراسيه بتاعهم. كنا عايزين نعرف بقى من حضرتك حاجات تقوي المناعه وتطمن اولياء الامور على اولادهم في المدرسه. والله احنا دايما بنتكلم ان مبدئيا احنا عايزين نقوي مناعه اولادنا واطفالنا وشبابنا بالتغذيه السليمه والبعد دايما عن الجانك فود، الاكلات الغير صحيه. طبعا عايزين نلجا زي زمان كده للاكل الصحي، الخضار والفاكهه. نصحى كده الصبح عايزين كوبايه ميه دافيه، ممكن بمعلقه عسل، ممكن نص ليمونه، الحاجات الجميله البسيطه جدا اللي موجوده في بيوتنا وفي ابسط البيوت. مش هنتكلم في حاجات، مش هنتكلم في انظمه غذائيه النهاردة يعني عايزين نتكلم في حاجات بسيطة جدا، بس نحاول ان احنا تبقى يعني healthy life، حياة صحية للجميع. زي مثلا احنا صحينا الصبح ممكن قبل ولادنا ما نوديهم المدرسة عايزين ممكن نفطر، ممكن مثلا البروتين، البيضة مسلوقة ابني اكلها، ممكن اكل علبة زبادي، ممكن بمعلقة عسل، البليلة بقى باللبن واحنا في فصل الشتاء، الحاجات المكسرات، الأغذية بشكل عام، الخضار والفاكهة عايزين نلجأ لهم. زي إيه؟ زي كمان التين المجفف والخضار والفاكهة بشكل عام، السبانخ والبنجر، الأكلات الصحية طيب الجميلة دكتور، في الشهية. ناس كتير يعني من ضمنهم في ناس كبار برضو ما بيحبوش السبانخ، ما بيحبوش الحاجات دي، يعني بنحس ان هي تقيلة او كده. احنا نحاول بقى ان احنا يعني عايزين تأهيل لأطفالنا نفسيا ان قد ايه الحاجات دي لا هتبقى جميلة ليك، قد ايه هتقوينا. زي عارفة زمان كده كان في كرتون يقول لك باباي مش عارف ايه شرب السبانخ، حاجات بقى زي كده. احنا بنحاول كمان نغير في الأطعمة، ممكن نزود ونضيف عليها مثلا الحمص، نضيف عليها حاجات بحيث انها تكون طعمها وتقديمها يكون شهي ولذيذ للطفل يبقى مستصاغ ليه. طيب يا دكتور، انا لفت نظري كلمه الطب التكميلي، انا عايز اعرف يعني ايه الطب التكميلي، وبرضه نوضح للساده المشاهدين يعني ايه طب تكميلي، لان الكلمه غريبه على بعض الناس. الطب التكميلي فروعه كتير، زي ما بنقول الميديكال كابنج، الحجامه الطبيه اللي هي ايه، اللي هي يعني سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قديم الازل، وهنلاقي التشاينيز ميديسن، الطب الصيني وفروعه. طيب هو الحجامه دي لها انواع، وهل في فعلا حجامه زي ما انا بسمع للاطفال؟ الحجامه انواعها كتيره جدا، يعني يمكن معروف على السوشيال ميديا او اليوتيوب او المتعارف عليه، يعني ممكن لضعف ثقافتنا في مصر بشكل عام، ان الحجامه تشريط بلادنج دم وخلاص، وممكن اي حد بيقوم بيها، لكن المفروض ان الحجامه انواع كثيره، والمفروض انها بتبقى طبعا مع دكتور، مع اخصائي دارس وفاهم. طب انواعها دكتور، ايه هي بتسيب اثر يعني او بتوجع زي ما بنقول، وهل بتنفع لكل الحالات؟ يعني في ناس تبقى عندها انيميا مثلا معينه، هل بتنفع لها ولا لا؟ لا، الحجامه اولا ما هيش هتكون مؤلمه، الم محتمل وبسيط جدا ان شاء الله، وطبعا مش لكل الحالات، لازم المفروض تكوني ملمة بان البيشنت بتاعك او ان هل بيعاني مثلا من انيميا، لازم في تحاليل، وفي تحاليل طبية لازم تبقي عارفاها، صورة دم كاملة وتحاليل طبية تتعمل للبيشنت الاول. طب ممكن نعرف بقى بقية الطب التكميلي؟ احنا قلنا الحجامة وبقيته ايه بقى، يعني اكيد مش هو الحجامة بس زي ما احنا بنقول. لا، الحجامة ده نوع، ده وسيلة علاجية من ضمن الوسائل العلاجية الاخرى، الاكوباتشر مثلا، الابر الصينية برضو
ودي حاجة معروفة من زمان. أيوة أنا بقى أنا سمعت عنها، أنا كنت رايحة من مركز تجميل مرة هم مرشقينها في وشها كده. ليه بقى؟ ليه؟ أنا خفت أصلا. بقى هو مش مسألة بقى، يعني الإبر الصيانة دي أنواع كتير. أو في ناس يعني بتقول إن هي في إبر، بدون مقاطعة أنا كلام حضرتك، في ناس بتقول إنها تخسيس بس. أيوة لا، هي الإبر الصينية مش للتخسيس بس، الإبر الصينية كمان للنفسية وللآلام، الآلام المفاصل بشكل عام. يعني ممكن نستخدمها لشحن وتفريغ الطاقة بتاع الجسم، ممكن لألام مثلا ألام خشونة الركبة أو طبعا على حسب كل حالة، مش كل الحالات زي بعض. أقدر أستخدمها وقاية، يعني إحنا عايزين كمان نلجأ للحجامة الطبية كوقاية من الأمراض. يعني إيه؟ يعني أنا مش ضروري أعمل الحجامة علشان أنا بأعاني من أي مرض، أنا ممكن أعملها وقاية، فالوقاية خير من العلاج. طب يا دكتور، حصل حاجة حلوة قوي بره معايا انا، حضرتك شخصتيني وعرفتي انا بحس بايه من طريق لساني. يعني حضرتك قلت لي انت كذا وكذا وكذا، انا اسفه مش هقدر اذكر. يعني انا استغربت، انا فعلا بحس بكل اللي حضرتك قلتيه. ايه التشخيص ده؟ التشخيص ده هو علم الرفلكسولوجي، واللي هو بيسمى الطب الانعكاسي او الطب الفرعوني. تمام. وطبعا ده يعني سبحان الله، هو مش ان انا اعرف حضرتك بتعاني مثلا من تعب في الاستومك مثلا، المعده فيها تعب شويه، القولون عصبي او بتاع، فده بان من ايه؟ ده بان من التشخيص الرفلكسولوجي عن طريق اللسان، بنعرف طاقه اعضاء الجسم بالكامل. مش فاهمه يعني ايه؟ يعني عن طريق اللسان او اليدين او القدمين، كل عضو في جسمك بيبقى له موضع معين. فهماني؟ يعني مثلا هنا موضع الليفر الكبد، هنا موضع الاستومك المعدة، هنا الكيدني والسبلين اللانج، كل أعضاء الجسم بتبقى باينة قدامي، فبقدر أن أنا أشخص وأقيم. بس هي باينة أن هي طبيعية، يعني اللسان واخد شكله طبيعي، ولا أنتوا يعني أنا مش فاهمة أكتر، أنتوا يعني بناء على إيه؟ ما هو أنا باين لساني أن هو لسان طبيعي، بتشخصيني بناء على إيه؟ ما هو مش بالنسبة لك أنت ممكن يكون طبيعي. أيوة. لكن بالنسبة لي أنا ممكن شايفة أن هو لا، في انخفاض عندك في الطاقة شديد. أيوة. في لزوجة في الدم، وان انت حضرتك ما بتشربيش قدر كافي من المياه. أيوة. كتير مننا بقى هنتكلم كمان في حتة ان احنا في فصل الشتاء. أيوة. اغلبنا مش حاسس بالعطش، اغلبنا انا هشرب ليه مش عطشانة. الجو شتاء بقى وبرد، يعني لا ما نشربش مية كتير، وده مشكلة جدا طبعا. وده اللي يعني لازم ما ننساش المية. يعني لازم كل ساعة تفتكري ان انت تشربي كوباية مية. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه لزوجة شديدة في الدم، عشان يبقى فيه تروية دموية، والدم يوصل لأعضاء الجسم بشكل عام. ما نلجأش للمسكنات وتقولي عندك صداع، لا، هو سيادتك ممكن يبقى الصداع ده هو له ألف مشكلة. يعني ألف سبب، ممكن يكون ضغط منخفض أو مرتفع، ممكن يكون قلة شرب المية عاملة لي صداع فعلا، لأن الدم مش قادر يوصل للمخ بالشكل الكافي، مش قادر يوصل للقلب بالشكل الكافي، فبالتالي حضرتك بتمشي خطوتين بتنهجي، حاسه بنهجان، وحاسه ان انا تعبانه دايما، حاسه طبعا. قله شرب الميه ده جزء، لكن في اسباب اخرى زي نقص بعض الفيتامينز والمعادن، علشان انا ما باكلش خضار وفاكهه كتير. صح. علشان انا مثلا الاكل الغير صحي وبتاع ايه، اكلت بيتزا كريب خلاص شكرا، مفيش خضار مفيش فاكهه، قله شرب ميه كمان، مفيش رياضه بنمارسها، التاكس او العربيه او فما بقاش في رياضه، ما بقاش في غذاء صحي. إيه العسل؟ ايه لا، السكر، احلي لي بالسكر، لا العسل. عايزين نلجا للمشروبات الدافيه الجميله زي الزنجبيل الفريش والقرنفل والقرفه، عايزين ناكل الخضار والفاكهه والاكل الصحي، عايزين العسل وحبه البركه، عايزين الماكولات الصحيه، عايزين نلجا زي ما بنقول. ما بناكلش كل ده وعايشين. والله ما احنا عايشين. عايشين زي ما حضرتك قلتي اللي فيا ده كله، عايشين بس بنمط غير صحي. بنمط غير صحي، ولو دلوقتي مش باين عليا التعب الحمد لله ولا كذا ايه، بعد كام سنه، بعد ما بقيت 30، بعد ما بقيت 40، ببدا اعاني، احس ان انا اكن عندي 70 سنه. رغم ان هنلاقي نجمات هوليود وابطال العالم. أيوة. بيعملوا الميديكال كابنج مثلا، ماشيين بالابر الصينيه وبالشغل ده،
مش على طول عمال على بطال بناخد في ادويه وفي مسكنات تعبت معدتنا كتير. صح. اكيد لا غنى عن الادويه والكيميكال ان انا اخدها، ولكن مش بشكل مستمر وبنستسهلها ايسر حاجه لينا. يعني هي فعلا الابر الصينيه دي لها فوائد لها. انا استغربت كتير جدا لما هي لقيتها وشها كله ابر، وانا خفت يعني انا لا انا كانسانه مش هحطها. ممكن ما تتحطش بالشكل ده، ممكن تكون نحطها في مواضع مثلا اساسيه، تمام، مش ضروري بكثرة انها يعني ايه تبقى شكلها مرعب، ولكن هي ليست مؤلمة يعني. طيب الامر مش مؤلم قوي. استخدم الالام العظم، يعني في ناس كتير تقول لك لا ده عظم، طب انا همشي شويه هحط هدهن كريم مسكن. هل الابر الصينيه فعلا بتاثر على العظم؟ يعني بتجيب نتيجه زي ما هي هتجيب نتيجه، ولو حتى اضعف الايمان ان هي هتسكن فيكفي انها هتكون مسكن بدون اي سايد افكت لها. يعني انا دلوقتي هديلك مسكن لكن ملوش اضرار او اثار جانبيه عليكي، مش هيتعب معدتك او هيضر حاجه تانية، فهماني؟ لكن ان انا مثلا ده كده انا عالجت، لا، هو انا لو خشونه في ركبه او في اي مفصل او في السيرفايكل فقرات عنقيه او اللمبر فقرات قطنيه، انا دلوقتي هعمل الابر الصينيه مش هتعالج الامر، ولكن هي ممكن تسكنه، ممكن يكون شحن وتفريغ للطاقة، يعني مش بالضرورة فقرات ومفاصل، لا، كمان لأعضاء جسمنا. طيب أنا عايزة أسألك بقى سؤال يا دكتور، مصل النحل السحر بقى زي ما أنتم بتقولوا كده في شغلكم، واللي ذكر في القرآن كتير جدا جدا جدا، إيه فايدته لينا؟ يعني إحنا عايزين نقول باختصار كده أنتم بتستخدموه في شغلكم ليه؟ عشان لما الناس مثلا واحدة تيجي تقول لك أنا عملت مصل نحل، طب أنا فايدته إيه؟ البيفينوم او مصل النحل، يعني احنا مبدئيا عندنا زي ما حضرتك قلتي صوره كامله في القران سوره النحل، تمام. لما هنيجي نقول ربنا بيقول سبحان الله وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، فربنا بيقول في صوره كامله يخرج من بطونها، النحله لها اكتر من بطن، فكل ما في بطونها فيه شفاء للناس. يبقى لم يذكر العسل في القرآن، لا، كل ما في بطونها، لأن العسل وغذاء الملكات والبروبليز ده كمان مقوي للمناعة ومضاد حيوي قوي جدا، وأيضا سم النحل أو مصل النحل أو البيفينوم زي ما بنقول. والحبوب اللقاح برضو، حبوب اللقاح والجينسنج وطلع النخل، كل الحاجات، كل منتجات النحل طبعا إيه يعني كلها مكملات غذائية، كلها فوائد صحية جدا جدا، مضاد حيوي قوي جدا. البي فينوم ده لو هنيجي نتكلم، ده احنا عايزين كذا حلقة بقى فيه عشان نتكلم على باختصار كده يعني، لكن باختصار هو مضاد حيوي ومسكن وكورتيزول طبيعي، وبيحتوي كمان على الهالورينيك أسيد، فبالتالي احنا بدأنا مدخلينه في حاجات للتجميل، يعني ممكن في كريمات للبشرة، في كريمات للشعر. أنا جربت أيوة فعلا. قد إيه ساحرة وجميلة وملهاش برضو أي أضرار على البشرة أو على الشعر. طب أنتوا بتحطوا المصل ده على المنطقة اللي بيعاني منها المريض أو اللي هي مسببة له ألم، ولا هو بيكون عبارة عن كل الجسم أو حاجة؟ الحقن هنا، لو البيفينوم، لو أنا هحقن للبيشنت بتاعي، أنا ممكن أحقن له في موضع ألم شديد، وممكن أحقن له البيفينوم كوقاية من الأمراض، يعني أحقن له في مواضع مناعة. صح، فهماني؟ لكن مش بالضرورة بس الايه موضع ألم، زي ما مش بالضرورة بس ان انا هعمل جلسة ميديكال كافنج مثلا، جلسة حجامة طبية للبيشنت علشان هو بيعاني من مرض ما، عنده مثلا مشكلة في القطنية مثلا او زي ما احنا بنسمع، لا، مش بالضرورة خالص ان انا هعمل له الحاجة دي علشان بيعاني من مرض، انا ممكن اعملها له كجلسة وقائية. طب دكتور أميرة، في اولياء امور كتير بتقول انا يعني زي ما بنقول ابني ده ما شاء الله يعني ضخم، او ابني مثلا تخين، انا اسف الكلمه، بس مناعته ضعيفه، عنده انيميا، ده راجع لايه بقى مننا احنا؟ حضرتك بقى عايزين باستفاضه حضرتك تكلمينا عن مثلا اغذيه، حضرتك اتكلمتي على الاكلات، ممكن نتكلم ايه يعني ايه بقى زياده غير الاكلات ممكن احنا نستفيد بيها في جسمنا احنا؟ لازم يا ندى، لازم لا غنى عن ممارسه، ده اللي انا كنت لسه بنتكلم فيه، على ممارسه الرياضه. يعني انا ابني مش مساله يبقى طوله مع وزنه، انا مش هتكلم النهارده في ان وزنك يكون الوزن المثالي قد ما بنتكلم في مناعه،
لازم يكون مناعة ابني كويسة بالأكل الصحي وبالرياضة، فهماني؟ ممكن ان انا اعمل لابني جلسة ابر صينية، علشان ايه؟ علشان ضبط الشهية كمان، انا عايزة اخليه يبقى فيه ضبط واتزان للشهية في العضو هنا، هنحط الابر الصينية في العضو هنا المسؤول عن الشهية، زي ما احنا قلنا مش مواضع ألم بس، ومش مسألة سمنة او نحافة، هي الحاجات كتير، لكن ده اساسها. يعني طيب ان يا دكتور، هو انتوا لما بيجي لكم المريض انت بتشخصيه او بتقولي هو محتاج ايه بناء على ايه؟ يعني محتاج حجامه ولا محتاج ابر ولا محتاج مصل ولا محتاج ايه بناء على ايه؟ وفي واحد يجي يقول لك لا انا عايز اعمل حجامه بس، او انا عايز اعمل مصل بس، بناء على مثلا اخته اللي جربت او مش عارفه مين اللي جرب، فهو انت بتقنعيه ان هو لا انت عايز مثلا حاجه تانية؟ انا دلوقتي لما هيجي لي اي شخص، تمام، لازم ابقى عارفه الكيس هيستوري البيشنت بتاعي، يعني انا عايزه ابقى عارفه التاريخ المرضي بتاعه، من طوله بقى ووزنه وسنه، هل بيعاني من اي امراض ضغط او سكر او قلب او بياخد ادويه لايه، حياته ونمط حياته ماشي ازاي. ليه هو ده هيفرق معاكوا؟ انا شايفه ان الحاجات دي طبيعيه تقريبا مش هتفرق. لا لازم، ازاي لازم، اكيد الحاجات يعني دي اكيد لو بتفرق، عنده مناعه يعني مش لو هينفع مع الحجامه اكيد، ولا هينفع يعني؟ يعني في كل حاجة لها أسس طبية. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي البيشنت بتاعي قبل ما هقول له هنعمل جلسة ميديكال كابنج أو هعمل له جلسة علاج طبيعي أو هديله حتى نظام غذائي، أنا لازم إن أنا أشوف السي بي سي، لازم صورة دم كاملة، لازم التي اس اتش الغدة الدرقية والتي 3 والتي 4، عايزين نشوف ونقيم الأول صحته إيه. أنا مش عايزة أعالج العرض وأسيب أساس المرض. يعني إيه؟ يعني انا دلوقتي عشان ابني عنده سمنه، طب اخبار الغده الدرقيه ايه، وعنده انيميا ولا لا، واخباره في التغذيه ايه، واخباره في النوم بتاعه ايه. يعني ممكن حد يبقى مش بينام القدر الكافي ونومه مش مظبط، زي ما بيشربش ميه كتير ابني، ابني ما بيمارسش اي رياضه، وعلى طول من الدرس ده لده في التاكس او في كذا او كذا، ومش بيمشي او خالص. جري والله لو او جري جري. هيبقى حلو. طب كويس الحمد يعني لله لو لقينا حاجة جري كويسة. هيبقى كده احنا كويس، اه صح. ان هيبقى في رياضة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم كله وحاجات زي كده. لكن لو لم يمارس اي نوع من انواع الرياضة ولا المشي حتى، وما بيشربش مية كتير، والنوم بتاعه مش مظبوط، مش هاجي اقول مناعته بقى، مش هاجي اقول سمنة، تمام. واللي احنا بنتكلم فيه ان البيشنت بتاعي عشان نقول هنعمل له سواء حتى لو وقاية او تعبان، لازم ان هيكون بتحاليل وبتشخيص، مش الامر بيتاخد كده اللي هو اي حد يلا نعمل، لا خالص. لو مريض عنده سيولة، لو مريض عنده انيميا، لو شخص مثلا عنده القلب ومركب جهاز لضربات القلب، لو في يعني في ممنوع، ممنوع ان انا اعمل لشخص يكون مريض، وليكن ربنا يعافينا جميعا، مريض فشل كلوي، مريض كانسر، بس انا لهم شايفه اوضاع مختلفة، ممنوع. بس انا مستغربه يعني، انا مش شايفه ناس كتير جدا هي واخداها حرفه، المجال بتاعكم ده حرفه، ناس كتير جدا لا هي دارسه حجامه ولا دارسه اي حاجه ولا من دي درس اي حاجة او وبيعملوها كذا، حرفه. انا بعمل حجامه، بعمل مصل عسل، مش عارفه بعمل ابر صينيه، هو مش دارس ما ولا يعرف ولا هو قرا هي اصلا. دي المشكلة. يعني هو يعني هو اكيد ده المريض ممكن المشكلة، يحصل له مضاعفات. انت بتقولي اكيد اكيد اكيد. طبعا. وكمان يا دكتوره وبالتالي فعلا في مجالكم ناس كتير قليله، والخبره بتاعها بتكون يعني حتى لو هم مثلا بادئين، يعني ما شاء الله حضرتك بقالك كام سنه ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. فيعني بتقول معلومات غلط، فحضرتك مثلا ما هو انصحي للأسف الشديد ده اللي بينفر الناس بقى من الحجامة صح. الطبية. يعني ايه؟ هتلاقي تقولك اه ده انا شفت على السوشيال ميديا، شفت فيديو كان فيها دم كتير وخفت وحسيت ان انا ده انا هدخل عند جزار كده، انا داخله تقريبا ان انا ايه، يعني حاجه عمليه جراحيه شديده وكبيره قوي. ولكن الامر مختلف تماما، وده اللي كنت لسه هقوله لحضرتك، على ان الحجامه انواع كتيره. يعني انا ممكن اعمل لحضرتك جلسه حجامه براين جافه بدون تشريط، ممكن اعمل لحضرتك جلسه الموفينج كافينج، مانوال ثيرابي مساج علاجي، وجلسه حجامه متزحلقه بزيوت، ممكن اعمل لك علشان انت عندك رطوبه والام طيب مفصليه. تعقيبا على كلامك يا دكتور، ممكن بس نروح فاصل ونرجع لكم تاني؟ ماشي. بعد الفاصل مع دكتورة أميرة كانت بتوضح لنا أنواع الحجامة. قولنا بقى يا دكتورة أميرة، قلت لي في حجامة جافة بدون إن أنا ما أجيب دم أو تشريط أو أي حاجة، إزاي بقى ده؟ الحجامة احنا بنقول أنواع كتيرة، يمكن يكون مرتبط في ذهننا من اللي شفناه
على السوشيال ميديا او فيديوهات متداوله وشائعه ان حجامه يعني تشريط ودم، ولكن لازم انا بالنسبه لي ان انا بشوف التحاليل، لازم هشوف الريفلكسولوجي. يعني ممكن شخص يكون ما عندوش انيميا ولكن الاقي عن طريق الريفلكسولوجي التشخيص بالطب الانعكاسي ان هو عنده انخفاض شديد في الطاقه، ما بيشربش ميه كتير، عنده لزوجه شديده في الدم، فبالتالي انا عمري ما هعملها له رغم ان ما عندوش انيميا. يعني نسبه الهيموجلوبين بتاعه كويسه جدا، البلاتلت الصفائح الدمويه والوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز، يعني صوره دم كامله كانت ممتازه الى حد ما، ولكن هو انا شايفه تشخيصي ان هو بيعاني من انخفاض في الطاقه شديد وان هو بيعاني من لزوجه في الدم. فانا ممكن في الوقت ده للشخص ده يكون فيه زي تهيئه للجسم، انا هعمل له ايه؟ هعمل له جلسه مساج علاجي، هعمل له مانوال ثيرابي، هعمل له الموفينج كافنج، جلسه حجامه متزحلقه تدليكيه بزيوت زي زيت الزيتون مثلا والزنجبيل، الخردل، الكافور، النعناع، عملناهم ممكن ميكس مثلا كده بمقادير متساويه ونعمل بيها جلسه مساج علاجي الاول للبيشنت لتنشيط الدوره الدمويه. بعدين ممكن ان انا اعملها له النهارده، اعملها له دراين جافه بدون تشريط، تمام. وهتكون برضو مفيدة. يعني ممكن بعض الناس تقول لك الحجامة أنا ما شردتش وطلعت البلاد، طب إيه الإفادة؟ إيه؟ لأن مرتبط في ذهن الجميع إن تشريط والدم ده علشان أخرج الدم الفاسد زي ما بيقول، هو مش دم فاسد، هو الأخلاط والدم الهرم وخلايا الدم الشاذة الهرمة، ولكن الـ الأمر بيكون إيه؟ إن مش بالضرورة تشريط ولا دم لكل الحالات. لو حتى جافة بدون تشريط هيتم صرف الأخلاط والشوائب عن طريق الأوعية الليمفاوية. طيب يا دكتور، عشان وقت حلقتنا وخلاص هنختم، عايزينك تقولي للناس كده في 3 نقط أو 4 نصايح يعملوها في حياتهم علشان يتجنبوا كل دوت. بس في حاجه كمان انا عايزه اسال، ممكن نوجه رساله لكل ام ان هي اللبن والزبادي، انا حضرتك كلمتيني عنها بره فانا قلت هسالك في الحلقه. انا عايزه اوجه رساله لكل ام، في فرق ما بين اللبن والزبادي، في حاجه افضل من التانية هنعرفها من دكتوره اميره. بس بسرعه عشان كمان وقت الحلقه. الزبادي انا دايما بقول ننصح بالزبادي افضل من الالبان، الالبان بتزود حموضه الدم تمام، والزبادي لا، الخمائر والبكتيريا النافعه اللي فيه بتفيد المعده، المعده عندي هي بيت الداء، فان صلحت صلح باقي اعضاء جسمنا. يعني تقدري تقولي ان انا عشان بشرتك او شعرك او صحتك بشكل عام عايزين غذائنا يكون صحي، عايزين نلجأ للاكلات الصحيه والخضار والفاكهه. تمام. يعني الوقايه خير من العلاج، عايزين نقول يا جماعه غذائنا هو دوائنا، لو فعلا التزمنا بالامور دي وبقت ده يعني لايف ستايل، ده نظام حياتي، هنكون عايشين ان شاء الله باذن الله حياه صحيه افضل لينا ولاولادنا. ان شاء الله. تسلمي لي يا دكتور اميره، وبجد ربنا نورتيني يبارك جدا جدا فيكي في البرنامج، ونورتيكي. ونورتيني جدا يا دادا في الله البرنامج، يخليكي يا سلام. ويا رب تكونوا كده استمتعتوا واستفدتوا من حلقه دكتور اميره، واستنونا في حلقات جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.